ما هو الشرط الثاني من شروط الصلاة؟ العقل. نعم. يا صلاة شرطات ما شرطات هلتني وما أنو برسيل أعمرو يتمعلمه. فلو صلى المجنون صلاة باطلة يقول. نعم. اجلس صلاة بسجد صلاة ودكنا. لو صلى السكران يا سكران صار سكران. لو صلى السكران ما حكم صلاة السكران؟ اسأل لا تترجم كلامي. نعم. يفكر سو بساجر صلاة دينها باطلة. يا رجل سكران ليس بمجنون. ترجم انديت ارغونو يسكر سو ابدا دين لمن. ايهما افضل السكران والمجنون؟ ماني نونو يلتو. ايهما افضل السكران والمجنون؟ المجنون أفضل لأن المجنون معذور. نعم. بدي شالالين بكنياتهم السوء مريض تكليف ينبته مهنيا وقنا وقنا يقبب. أما السكران غير معذور. يهيب انتني سكره وسوقين الله يقرأي له ما هو يقبب. هل معنى هذا أن السكران لا يصلي؟ لا. يقول لابد أن نمنع من شرب الخمر. يقول لابد تصلي. المجنون أفضل منك. البهائم أفضل منك لأن البهائم عرض عليها الخمر أبت أن تشرب الخمر. نعم. إنساسا عسكاري سكر بلات ألتا تامتران ديج أمرو يا الله سوقن ميا سكرو النقر سكر بلات يتطال سلادي إيهي يسكرو السو إنداي سجدان كلك لهم من ملو. سبحان الله.